مساء الفل. بعد معاناة قعدنا ندور في اسطنبول فين نلاقي اي مظهر من مظاهر رمضان. الحمد لله توصلنا المكان. زي ما انتم شايفين في معالم رمضان والناس بتحتفل زي عندنا. الحمد لله المكان اللي احنا فيه ده اسمه ايوب سلطان. فالناس اللي بتفكر تيجي تعيش هنا او انها تدرس هنا هتقعد فترة طويلة اكيد هيعدي عليك رمضان. فننصحك جدا بالمنطقة دي، افتكر اسمها ايوب سلطان. فيلا بينا ناخد جولة في المكان نشوف الناس هنا في تركيا ازاي بتستمتع برمضان. مش في تركيا، في المنطقة دي بس، لان مفيش رمضان تاني بره المنطقة دي. يلا بينا نشوف فيه. من ضمن مظاهر رمضان كمان اللي موجودة هنا زي ما انتم شايفين الجناين العامة اللي زي دي، الناس بتيجي قبل الفطار جايبين معاهم كل اكلهم وبيفرشوا ويقعدوا يفطروا هنا في وسط الجناين، لدرجة ان انت ما تلاقيش مكان تقعد، لازم تيجي بدري شوية عشان تلحق تفرش الفرشة بتاعتك وترص عدتك وتقعد تفطر. ارجع واقول يا جدعان، المكان الوحيد اللي شفته هنا اللي فيه مظهر من مظاهر رمضان. اكيد يمكن في اماكن تانية الواحد ما اكتشفهاش، بس الحمد لله ان احنا لقينا مكان على الاقل نقضي فيه رمضان. من الحاجات اللطيفة جدا اللي هنا عاملين شوية اكتيفيتيز للاطفال تحفة. الاماكن اللي ورايا دي زي بوثز كده، كل مكان فيهم بيعمل بقى رسم بالوان على الميه، تعمل طين اسواني، يعملوا زي اواني فخار صغيره كده ويديها لهم، يرسموا يلونوا. كل الاكتيفيتيز اللي هي بتطلع الطاقه بتاعه الاطفال دي بدل ما هم يقعدوا يمسكوا موبايلات يعني. فبصراحه انا عن نفسي اتمنى اشوف المظاهر دي موجوده عندنا اللي احنا افتقدناها من زمان، احسن ما يبقى الموضوع عباره عن خيم رمضانيه وكايرو زوم وموضوع ما يليقش خالص برمضان. طبعا رمضان ما يخلاش من غير القعده العربي، خصوصا لو انت في تركيا فانت لازم تجرب القهوه التركي او الشاي التركي. كده احنا غطينا تقريبا حلقة رمضان اللي تخص اسطنبول. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وافتح زر التنبيهات. بحبه قوي زر التنبيهات ده. ولو ما عجبتكش الحلقة يا ريت تقول لي ايه اللي ما عجبكش بالظبط، وايه اقتراحاتكم للفيديوهات اللي جاية، تحبوا تشوفوا ايه، نتكلم في ايه. سلام.